Allah est calme sous la neige. Mais à Gaza, à Toulkarem, à Naplouse, chaque jour, il y a des morts et des blessés dont on parle bien peu dans les médias. Aujourd'hui, il y a eu un attentat suicide en Israël, le deuxième depuis un mois. أنا شخصيا مش موافق كتير مع العملية هاي لأنه الإسرائيليين عمال بيستنوا أي شيء يحصل على أساس أنه يستغلوا هذا الشيء اللي حصل ويبدوا يهاجموا المدن من أول جديد ينفذوا المخططات اللي هم بيفكروا فيها مع استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على العراق احنا اكثر شيء نخاف من لما يسكروا يعني يسكروا المناطق ويبلشوا اعتقالات وتسكير كمان هو شغله بزيد يعني في هيك شيء نخاف عليه اكثر المفروض انه نبدا نفكر من اول جديد باللي بيحصل يعني انا الاوان انه نغير شويه من اللي بيحصل ونشوف الظروف هل بتساعدنا حاليا نسوي اشياء زي هاي ولا ما بتساعدنا فانا في رايي انه ما بتساعد هاي العمليه بالعكس راح كثير تضرنا هاي العمليه